السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولادنا طلبة الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم ومرحبا في فيديو جديد من فيديوهات الهندسة. النهاردة معانا فيديو بعنوان علاقة أوتار الدائرة بمركزها. هنبدأ زي ما تعودنا بالتهيئة، هقول له أكمل. واحد، صورة النقطة 3 و2 بالدوران حول نقطة الأصل بزاوية 180 درجة. ودي كده حاجات من الحاجات اللي المفروض نبقى عارفينها من سنة أولى إعدادي حتى موجودة معانا. ها، هتبقى سالب 3 وسالب 2. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الدوران بزاويه سالب بزاويه 180 حول نقطه الاصل بيبقى عباره عن سالب س وسالب ص، كانك بالظبط بتعمل انعكاس في نقطه الاصل. طيب نمره 2، صوره النقطه 3 و2 بالدوران حول النقطه واو بزاويه قياسها 90 درجه، بيبقى عبارة عن سالب ص وس. الدوران بزاوية 90 حول نقطة الأصل عبارة عن سالب ص وس، وده القانون. سالب ص يبقى هاخد قيمة الص اللي هي كانت 2، هطلعها الأول وأخليها بالسالب أو أغير إشارتها بمعنى أصح، فبقى كانت 2 بقت سالب 2، والسين تتحط تترحل تيجي في مكان الص، يبقى سالب ص وس يعني سالب 2 و3. تعالوا كده نبدأ مع بعض درسنا النهاردة. بيقول لي إيه؟ لو أنا كده بصيت على الرسومات اللي هتظهر معايا، وعايزكم تلاحظوا معايا، لو أنا عندي القطعة ألف ب طولها أكبر من طول القطعة جيم د، الوتر ألف ب في الدايرة أكبر من الوتر جيم د، هلاقي إن البعد العمودي ميم ه هيكون أصغر من البعد العمودي ميم واو. يبقى الوتر الكبير هيكون بعده العمودي عن مركز الدايره صغير، في حين ان الوتر الصغير كان بعده العمودي عن مركز الدايره كبير. طب لو بصينا كده في رسمه مشابهه، انا عندي المره دي بقى الوتر ا ب اصغر من الوتر ج د، يبقى هلاقي ان البعد العمودي م ه اكبر من البعد العمودي م و. طب تعالوا بقى لاكتر واحده مهمه عندي. لو انا عندي بقى الوتر ا ب قد الوتر ج د، هلاقي ان البعد العمودي م ه بيساوي البعد العمودي م و، ودي مهمه جدا. لو الوتر قد الوتر يبقى البعد العمودي قد البعد العمودي. نظريه بتقول يا اولاد، بتقول لي ان الاوتار المتساويه في الطول في الدائره الواحده او في الدوائر المطلقه تكون على ابعاد متساويه من مركزها. تاني، الأوتار المتساوية في الطول في الدائرة الواحدة أو في الدوائر المطابقة تكون على أبعاد متساوية من مركزها، ودي كانت الملحوظة رقم 3 اللي لسه قايلينها من شوية. طيب لو جيت قلت كده كنظرية ممكن أثبتها إزاي؟ بالشكل اللي قدامك ده، عندي أ ب وج د وترين في دايرة، وميم س عمود على أ ب، وميم ص عمود على ج د. المعطيات اللي عندي بيقول لي ان الالف ب وج د وتران متساويان، هو قايل لي ان هم متساويان في الطول في الدائره م، وكمان الميم س عمود على الف ب وميم ص عمود على ج د. المطلوب عندي اثبات ان الميم س بتساوي الميم ص، يعني عايز اثبت ان البعد العمودي للالف ب عن المركز بيساوي البعد العمودي للج د عن المركز. ايه العمل؟ هعمل كده عمل، هرسم الميم الف والميم ج زي ما انت شايف على الرسم، بحيث يتكون عندي مثلثين أ س م وج ص م. طيب واحدة واحدة نبدأ مع بعض خطوات الحل. البرهان، الميم س عمود على الألف ب، طبيعي جدا هتقول لي يبقى في الحالة دي الس منتصف الألف ب، طالما جاي من المركز عمود على وتر يبقى بينصفه، يبقى الس منتصف الألف ب. في الحالة دي أقدر أقول إن الألف س بتساوي نص الألف ب. بالمثل هقول لك ان الميم صاد عمود على الجيم دال، في الحاله دي اقدر اقول له يبقى الصاد منتصف الجيم دال، ومن هنا اقدر استنتج ان الجيم صاد بيساوي نص الجيم دال. جميل. حضرتك كمان كنت قايل لي ان الالف ب في الاصل بيساوي الجيم دال، يبقى نص الالف ب بيساوي نص الجيم دال، يعني الالف س بيساوي الجيم صاد. يلا بينا بقى نتكلم على المثلثين الصغيرين اللي لسه قايلينهم من شويه، أ س م و ج ص م. المثلثين دول يا اولاد فيهما أ س بيساوي ج ص، استنتاج م أ بتساوي م ج لأنها أنصاف أقطار، وده برضه استنتاج أو حقيقة،
واقدر اقول له كمان ان قياس الالف س م بيساوي قياس زاويه ج ص م، ودي بتساوي 90 درجه، يعني زاويه قائمه. يعني انت عندك مثلثين قائمين، الوتر في المثلث القائم الاول بيساوي الوتر في المثلث القائم الثاني، وكمان ضلع من اضلاع الزاويه القائمه في المثلث الاول بيساوي ضلع من اضلاع الزاويه القائمه في المثلث الثاني. اقدر اقول ان المثلثين متطابقان، وينتج ان الميم سين بيساوي الميم صاد، يعني البعد العمودي فعلا للوتر الاول بيساوي البعد العمودي للوتر الثاني اذا كانا متساويان في الطول. عكس النظريه بقى بيقول لي اعكس الكلام اللي قلناه، في الدايره الواحده او في الدوائر المتطابقه اذا كانت الاوتار على ابعاد متساويه من المركز فانها تكون متساويه في الطول. يعني لو كان البعد العمودي عن المركز بيساوي البعد العمودي للوتر ده عن المركز، يبقى اكيد الاوتار نفسها مالها متساويه في الطول. تعالوا نشوف كده مع بعض المثال الاول. المثال الاول بيقول لي ايه؟ انا عندي ا ب و ا ج وتران متساويان في الطول. هو قايل لي كده، مديني م ص عمودي على ا ج، وعندنا كمان س منتصف ا ب، عايز يثبت ان س د بيساوي ص ه، ده المطلوب الاولاني. عايز يثبت ان قياس الزاويه ص س ب كلها كده بتساوي قياس الزاويه س ص ج. طيب هبدأ واحدة واحدة. أنا عندي وترين قد بعض، يبقى أقدر أستنتج إن الأبعاد العمودية قد بعضها، بس لازم زي ما اتفقنا البعد يكون عمودي. فبما أن السين منتصف أ ب، يبقى من مركز الدايرة لنقطة سين عمودي على الوتر أ ب، يعني ميم سين عمودي على أ ب. طب دلوقتي بقى الوتر قد الوتر، بما أن أ ب بيساوي أ ج، بما ان ميم س عمودي على الوتر ا ب وميم ص عمودي على الوتر ا ج، يبقى البعد ميم س بيساوي البعد ميم ص. انا قدرت استنتج دوت. طيب بما ان بقى ميم د ده نص قطر في الدايره، وميم ه نص قطر في الدايره، يعني انا عندي ميم د بيساوي ميم ه عشان انصاف اقطار. بالطرح ميم د ناقص ميم س هيساوي ميم ه ناقص ميم ص، وبالتالي فعلا هيطلع عندي س د بيساوي ص ه. طب نيجي كده للمطلوب الثاني اللي هو كان عايز يثبت ان زاويه ص س ب قد زاويه س ص ج. في المثلث اللي هو م س ص، انا اثبتت من شويه ان م س قد م ص، يعني المثلث ده مستوى الثقيل، يعني اقدر اقول ان قياس الزاويه م س ص تساوي قياس الزاويه ميم ص س، واستنتجت ده سميته رقم واحد. طيب ما انا عندي ميم س عمودي على ا ب وميم ص عمودي على ا ج، يعني قياس الزاويه ميم س ب 90 وميم ص ج برضه 90، وده الاستنتاج الثاني. من 1 و2 بالجمع هلاقي ان قياس الزاويه ص س ب كلها بتساوي قياس الزاويه س ص ج كلها زي ما هو عايز. مثال اتنين اولاد، دايرتين متقاطعتين ميم ونون زي ما انت شايف في الف وب، ميم نون خط المركزين، الف ب وتر مشترك متقاطعين في نقطة لام، جيم دال وتر في الدايرة ميم، واو منتصف الجيم دال، سين صاد وتر في الدايرة نون، عين منتصف السين صاد. بعد كل المعطيات دي بيقول لي اثبت ان ج د اللي هو الوتر اللي في الدايره الصغيره بيساوي س ص الوتر اللي في الدايره الكبيره. طيب يحصل ازاي الكلام ده؟ واحده واحده. اول حاجه هقول له ان الدايرتين دول مالهم؟ متقاطعتين في ا وب، يبقى ده معناه ان الالف ب زي ما قلنا عباره عن وتر مشترك، والميم والنون مركزين، لو وصلتهم ببعض يعمل لي خط المركزين. ده كلام جميل. يبقى انا اقدر بمنتهى البساطه اقول له ان الميم نون عمود على الالف ب، كمان الميم نون بينصف الالف ب. طيب واو منتصف الجيم د، خد بالك بقى واو منتصف الجيم د، طالما واو منتصف الجيم د يبقى ده معناه ان الجيم واو بيساوي الواو د، يبقى الميم واو عمود. طيب جميل قوي،
ارجع بقى للمعطيات اللي موجوده في المساله. معطيات المساله كان بيقول لي اعطيني معطى مهم جدا، ميم واو بيساوي ميم لام. حضرتك قلت لي ان الميم لام عمود والميم واو عمود. طيب ميم واو بقى بيساوي ميم لام، وده عمود وده عمود، يعني ده بعد عمودي للوتر ا ب عن المركز، وده بعد عمودي للوتر ج د عن المركز، يبقى اقدر استنتج ان الجيم د بيساوي الالف ب في الطول. جميل. عين كمان، خد بالك، عين منتصف السين صاد، يبقى ده معناه ان النون عين ماله عمود على السين صاد. من هنا يا اولاد اقدر اقول له بقى عشان الميم واو زي ما قلنا بيساوي الميم لام، وده عمود وده عمود، الميم واو عمود على الجيم دال والميم لام عمود على الالف ب، يبقى بمنتهى البساطه اقدر اقول له ان الجيم دال بيساوي الالف ب. كذلك الامر في الدايره نون بالمثل تماما، بيقول لي نون لام بيساوي نون عين، وكمان النون لام عمود على الالف ب والنون عين عمود على السين صاد، يبقى في الحاله دي اقدر اقول له ان السين صاد بيساوي الالف ب. من واحد واثنين لقيت ان الالف ب حاجه مشتركه ما بين الواحد والاثنين، يبقى اقدر اقول له ان فعلا الجيم دال بيساوي السين صاد في الطول. تعال نشوف مع بعض كده المثال الثالث. المثال الثالث بيقول لي ايه؟ انا عندي واو سين بيساوي صاد ه، مديني القطعه واو سين قد القطعه صاد ه، مديني ميم سين عمودي على ا ب، ميم صاد عمودي على ج د، عايز يثبت حاجتين، ان الوتر ا ب قد الوتر ج د، وان كمان الالف واو قد الجيم ه. طيب نبدا كده واحده واحده. بما ان ميم واو بيساوي ميم ه عشان انصاف اقطار في الدايره، وبما ان واو سين بيساوي صاد ه انت مديهوني في معطيات المساله، بالطرح هينتج ان ميم واو ناقص واو سين هيساوي ميم ه ناقص صاد ه، يبقى هيدينا ميم سين بيساوي ميم صاد. وعشان ميم سين عمودي على ا ب وميم صاد عمودي على ج د، يبقى انا عندي ابعاد عموديه متساويه في الطول، اذا الاوتار متساويه في الطول، يعني ا ب هيساوي ج د، وده اول استنتاج ليه. طيب عشان اثبت بقى المطلوب الثاني ان ا واو بيساوي ج ه، هعمل ايه؟ دلوقتي هقول له بما ان الميم سين عمودي على الالف ب، يعني معنى كده ان سين منتصف الالف ب، يعني الالف سين نص الالف ب، وعشان الميم صاد عمودي على الجيم د، يبقى الصاد منتصف الجيم د، وبالتالي جيم صاد بيساوي نص جيم د. طب ما انا عارف ان الالف ب بيساوي الجيم د، يبقى نص الالف ب اللي هو الف سين هيساوي نص الجيم د اللي هو جيم صاد، يبقى هقدر استنتج ان طول ا س بيساوي طول ج ص. المثلثين ا س واو وج ص ه فيهما ايه بقى؟ فيهما ا س بيساوي ج ص، ده اللي انا لسه اثبته من شويه، وس واو بيساوي ص ه، ده معطى في المساله، وقياس الزاويه ا س واو بيساوي قياس الزاويه ج ص ه 90 درجه. يبقى انا عندي هنا مثلثين اقدر ان انا اطبقهم على بعض بالحاله الاولى، ضلعين وزاويه محصوره بينهما، ينطبق المثلثان وينتج ان الالف واو بيساوي الجيم ه، ده المطلوب الثاني في المساله. وصلنا اولاد مع بعض للسؤال المتفوقين. السؤال بيقول دايرتين ميم ونون، دائرتان متطابقتان، خد بالك دائرتان متطابقتان، الف ب يوازي ميم نون، اثبت ان الف ج يساوي ب د، اثبت ان الف ج يساوي ب د. بالتوفيق ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.